بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم السائل، يقول: ما هو المنهج الصحيح للتحذير من أهل البدع؟ أولا تحذير أهل السنة من البدع، وذلك بأن تبين لهم السنة ويقال تمسكوا بها، يوصون بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنوصيهم بالتمسك بالسنة ونقول لهم: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإذا عرفوا السنة وساروا عليها فما سواها بدعة. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على مثل البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأنه خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال للمستقيم: هذا صراط الله، وهذه التي عن يمينه وشماله سبل، على كل سبيل منها شيطان، يعني شيطان إنس أو شيطان جن يدعو إليها. ودليل ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ثم نقول: عليك أيضا أن تبين البدع حتى تحذر، ولا تبينها لأجل أن يشتهر أمرها. فدراستك لكتب البدع لأجل التحذير منها والرد على أهلها، هذا هو الهدف من معرفة البدع. ولذلك يقول بعضهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لكن إذا كان في ذكر البدع عند العامة شيء مما يجلب لهم الشك، أو مما يسبب الاختلاف بينهم، فلا يجوز أن تذكر لهم البدع. أما إقناع أهلها فإنها يكون بالمجادلة التي هي أحسن. إذا ابتليت بمبتدع من المعطلة أو المرجئة أو الجبرية أو الشيعة أو المعتزلة أو المتصوفة ونحوهم، فإنك تجادله بالتي هي أحسن وتريد له الأدلة، فإن اقتنع بها وإلا برئت ذمتك من الكتمان. ابن جبريل رحمه الله.